عن رجوع قطر للأمم المتحدة ومحاولاتها لتدويل الأزمة، وخاصة بالنسبة لمشاعر الحج، جريدة الاتحاد الإماراتية تحدثنا عن هذا الموضوع في عنوانها أيضا، وضع فيه علامة استفهام. ماذا يعني أن تشتكي قطر إلى الأمم المتحدة؟ سؤال للكاتب محمد الحماد يتساءل فيه: هل تعرف قطر نهاية الطريق في مطالبها الدولية والأممية؟ سؤال: هل تعرف قطر أيضا ماذا يعني أن تدخل عالم المطالبات الأممية واللجوء إلى مجلس الأمن والاحتكام للمحاكم الدولية؟ سؤال ثاني. الإجابة: لا أعتقد أن المسؤولين القطريين يعرفون ذلك جيدا، هم يعتقدون أنها لعبة كاللعبة التي يمارسونها مع مجموعة المغردين ورواد التواصل الاجتماعي ومجموعة عزمي بشارة والإخوان الذين حققوا لهم الضوضاء الإعلامية، وأصبح المسؤولون يعتقدون أن هذا الأسلوب يمكن أن يساعدهم في سحب المملكة العربية السعودية أو الإمارات أو دول التحالف الدولي لاستعادة الشرعية في اليمن أو الدول الأربع المقاطعة لها إلى المحافل الدولية ومحاسبتها دوليا. يجيب أيضا: مخطئة قطر في هذا الأمر ومستمرة في حساباتها المتعثرة والسيئة. الذي قد يهم قطر هو أن وزراء الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أكدوا بعد اجتماعهم أمس في المنامة من جديد نؤكد أن الباب مفتوحا لعودة قطر بشرط أن تؤكد عزمها وعملها على وقف دعم الإرهاب والتطرف. الكاتب يقول في إجابتها على هذه الأسئلة: يجب على قطر أن تفكر ألف مرة قبل أن تذهب للأمم المتحدة أو إلى مجلس الأمن لترفع شكوى ضد المملكة العربية السعودية. يجب أن تفكر أيضا بحسب الكاتب مئات المرات قبل أن تقف مع إيران وتعادي الدول التي تعمل من أجل أمن واستقرار للمنطقة، لأن ما سوف تدفعه من ثمن هو أضعاف ما يمكن أن تدفعه أي دولة غيرها. لذلك كله نقول بحسب الكاتب: هل إذن هنا يأتي في سؤال آخر، هل تعرف قطر نهاية طريق التدويل أم أنها فقط تعرف العناد والحماس في معاداة الأشقاء؟ سؤال ثالث أيضا: وتعرف الذهاب إلى المنظمات الأممية دون أن تعرف جيدا القوانين الدولية، وما الذي ستواجهه لو تم تطبيقها على قطر؟ علامة استفهام أخيرة.